واجهات بحرية ممتدة على طول الساحل في محافظة القطيف، مساحات من التنوع الجمالي والخدمات المميزة تستهدف من خلالها رسم التفرد في تفاصيل المحافظة ذات الإطلالة البحرية الآسرة، لتكون نقاط جذب للسياح، وما زال للجمال بقية. القطيف شهدت مؤخراً افتتاح عدد من الواجهات البحرية الجديدة التي جاءت تزامناً مع التنمية الدائمة لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة، إذ أصبحت متنفساً سياحياً لسكان المحافظة.